في المهرة أكد الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر على مكانة المرأة اليمنية ودورها الريادي في المجتمع، وقال إن المهرة تزخر بقيادات نسوية قادرة على فرض نفسها بقوة على الساحة ولا تقل كفاءة على الرجل. وأكد نيمر خلال افتتاح المهرجان الثالث للمرأة أن المهرجان التسويقي الذي نظمته الإدارة العامة لتنمية المرأة واتحاد نساء اليمن يعد خطوة مهمة للنهوض بالمرأة، مؤكدا على دعم السلطة المحلية لمثل هذه الأنشطة. وطاف عدد من قيادات المحافظة معارض الأسرة المنتجة وأكدوا على دور المرأة خاصة في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد. نشكر الإخوات في الأسر المنتجة والمنظمات النسوية على هذا الدور الذي قامت به في هذا المعرض التراثي، والذي يشمل العديد من الأنشطة والفعاليات التي قامت بها المرأة تنمية المرأة بالتعاون والتنسيق مع اتحاد نساء اليمن والمنظمات النسوية والجمعيات النسوية التي تحتفل مع العالم بهذا اليوم العالمي للمرأة. بداية أهني المرأة اليمنية والمرأة العالمية بهذه المناسبة يوم الثامن من مارس، حيث يعتبر تقليدنا في محافظة المهرة سنويا بهذه المناسبة هو اعتراف بالدور الذي تعبه المرأة اليمنية في محافظة المهرة وفي بقية المحافظات. ما شهدناه اليوم من هذا المعرض الذي يحكي عن تراث المهرة في مختلف الحرف الموجودة، قيادة السلطة المحلية في محافظة المهرة ممثلة بالأستاذ محمد علي ياسر يعني تبذل قصار جهدها لتعزيز دور المرأة في هذه المحافظة. آمل من الله العلي القدير أن تعيد علينا هذه المناسبة وتكون بلدنا قد خرجت من المازق الذي تعيشه من جراء الحرب الموجود. الحقيقة نشاهد اليوم احتفال الذي تعود عليه كل عام، احتفال نسوي بهيج وبمختلف الأنشطة، احتفال بهذه المناسبة. أتمنى لهم التوفيق والنجاح وأهنيهم مرة أخرى بهذه المناسبة. إلى ذلك قالت رئيسة اتحاد نساء اليمن بمحافظة المهرة صيب خيت إلى ضرورة تمكين المرأة بشكل أوسع في مراكز صنع القرار وضرورة مناهضة العنف ضد المرأة في كل المجالات. وأكدت بخيت في تصريح للمهرية أن المرأة النازحة تعيش ظروفا إنسانية صعبة، داعية نساء المهرة إلى التعاون مع النساء النازحات والوقوف بجانبهن. الثامن من مارس هو اليوم العالمي للمرأة، يحتفل فيه كل نساء العالم في المعمورة واليمن بشكل خاص سنويا. كان اتحاد النساء اليمن هو السباق، وتنمية المرأة سنويا يحتفلوا بهذه المناسبة لأهمية دور المرأة في المجتمع. اليوم نحن نوجه وما بيننا أخوات نازحات، هم اليوم بيننا فهن أخوات لنا، ونحن سنعمل بقدر ما نستطيع لمساعدتهم نظرا للظروف المعيشية في هذه الحروب خاصة في المحافظات النازحة. بدورها أكدت المدير العام لتنمية المرأة بمحافظة المهرة لبنى كلشات على الدور الريادي الذي تؤديه المرأة المهرية في المجتمع، وأوضحت أن إقامة المهرجان الثالث يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة بمشاركة واسعة من جميع النساء في محافظة المهرة. أقمنا بإذن الله راح نقيم لمدة يومين هذا المعرض أول المهرجان الجماهيري الذي يخص جميع كل ما تقوم به المرأة المهرية أو المرأة العامة، من المرأة العامة بشكل عام من أنشطة تخصها، سواء كان عرض منتجاتها من ملابس، من عطور، من بخور. نحن على هذا على السنة الثالثة نقيم بهذه المهرجان، واعتبرناه الآن أصبح كعادة تقليدية نقيم فيها، لأنه اعتبر شيء عظيم وبالنسبة للمرأة. بدورهن أكدت عدد من نساء المهرة المشاركات في المهرجان الثالث على دور المرأة المهرية في التضحية والنضال بجميع المجالات المختلفة. نتابع الاستطلاع التالي. في كل سنة من 8 مارس نحتفل بهذا اليوم، حيث أن المرأة المهرية هي مرأة مشاركة في جميع النواحي اجتماعيا واقتصاديا وكذلك سياسيا، تلعب دور كبير في هذا المجال. وأشكر كل من حضر وساهم في هذا الاحتفال البهيج للمرأة، ونحن شرفاء بأن نلتقي بهذه الجميع من النساء، ونحس أنفسنا كأن شيء طير بيطير فينا على أساس أن من الفرح والفرح البهيج للشعب اليمني ومحافظة المهرة بشكل خاص، بأن أبناء محافظة المهرة وفروا كل الأمكانيات
للنساء خاصة بمثل هذه التسويقات وهذه الأسواق المريحة لكل النساء.